بترجاكي سامحيني يا كومال لأني اضطريت روح على أمبالا. بس شو يعني؟ كومال لا تخافي ولا تفكري بأي شيء، رح ترجعي على المصارعة ورح تتدربي. إذا ما حدا بده يدربك أنا بدربك. اسمعني أخي رانا، إذا عندك مشكلة إنه لكي هلأ عم يعلمني كيف صارع، خلص أنا ما بقى رح خلي لكي يدربني أبداً على المصارعة. سلطان أنا عملت كل شي طلبته مني، خليني روح بقى.